سيبدأ موقع تويتر في الأول من نيسان بإزالة شارة التوثيق الزرقاء لغير المشتركين في خدمة تويتر بلو، ومعروف أن هذه الخدمة فرضها موقع تويتر مقابل 8 دولارات شهريا منذ أن استحوذ إيلون ماسك على هذه المنصة. وبالفعل وصلت تنبيهات لبعض المستخدمين تدعوهم إلى التسجيل الاشتراك حتى لا يفقدوا ميزة علامة التوثيق التي يمتلكونها. أما بالنسبة إلى المنظمات والمؤسسات فإن الاشتراك الشهري يبلغ 1000 دولار مقابل شارة التوثيق الذهبية. في أخبار الذكاء الصناعي، قال مصرف جولدمان ساكس في تقرير إن هذا النوع من الذكاء سيرفع الإنتاجية لكنه سيقضي على 2/3 الوظائف في أمريكا وأوروبا. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن البنك أن أنظمة الذكاء الصناعي مثل تشات جي بي تي يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وقال إن ثمن ذلك سيكون اضطرابا كبيرا في سوق العمل، ما يعرض نحو 300 مليون في الاقتصادات الكبيرة لخطر فقدان عملهم. والمحامون والموظفون والإداريون من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الاستغناء عن بعض مهامهم وفق التقرير. نبقى في ملف الذكاء الصناعي، حيث حظيت صورة للبابا فرانسيس وهو يرتدي معطفا شبابيا أبيض منفوخ بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة التي بدت واقعية جدا تبين أنها لاحقا من الذكاء الصناعي، وتحديدا بإنتاج برنامج ميد جورني. وسائل إعلام عالمية عديدة تناولت الموضوع لناحية قدرة هذا النوع من الذكاء على فبركة الصور بأدوات بسيطة، كما تخوف بعض الخبراء من مخاطر ذلك على الديمقراطية والمجتمعات لعدم التفريق بين ما هو حقيقي وما هو مزيف. تنتشر في كوستاريكا مزارع لإنتاج ثمار الأناناس، لكنها ذات لون وردي وليس الأصفر المعتاد. هذه النسخة من الأناناس تم إنتاجها بعد 10 سنوات من استخدام تقنيات الهندسة الحيوية. لها طعم حلو أكثر من الأناناس العادية، وتلقى رواجا كبيرا في الأسواق الخارجية. يتم تصديرها مباشرة إلى أسواق مثل الولايات المتحدة وكندا والإمارات وقطر والكويت وهونغ كونغ وغيرها. تصدر من كوستاريكا لأنها الدولة المختارة لتطوير هذا المنتج بسبب مناخها المحلي، ما يجعلها مثالية لإنتاج الأناناس الوردي.